بدأ الطلبة الثانوية أمس الامتحانات النهائية والتي نتمنى أن تكون سلسة وغير معقدة وأن يتمكن طلبتنا خوضها بكل نجاح. والحديث حول هذا الموضوع وموضوع الكادر التعليمي نرحب معا برئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين مطيع العجمي. صباح الخير. صباح الخير أستاذ جاسم، وأصبح عليك وعلى السادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. أول شيء بشرنا، طلبتنا زينين، الامتحانات قاعد تمشي زينة إن شاء الله بإذن الله تعالى، الأمور إن شاء الله إلى الأفضل دائما، خصوصا مع الاستعدادات المبكرة لوزارة التربية في هذا العام الدراسي. كان فيه استعدادات من فترة طويلة لاختبارات الفترة الدراسية الثانية، وهذه الاستعدادات أتت بثمارها مع انطلاق الاختبارات، اختبارات المرحلة الثانوية أمس الأحد. فكل مؤشرات تبشر إن شاء الله أن يكون هذا الموسم هو موسم إن شاء الله نجاح لأبنائنا الطلبة بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. أمس بلشوا ها؟ نعم. الاستعدادات شون كانت؟ هل راح يكون في تفتيش؟ هل راح يكون، لأن أنا شفت كذا فيديو أنه في أحد قاعد يفتش قبل الامتحان. نعم. وما أدري إذا لكم صلاحية أنه يفتش ولا لا، بالإضافة إلى التليفونات ممنوعة، صح ولا أنا غلطان؟ نعم، هو في ما يخص الغش والامتحانات هناك لوائح خاصة في هذا الموضوع. اليوم وزارة التربية تعمل بكل طاقتها في سبيل نجاح موسم الاختبارات وفق لوائح ونظم معينة داخل وزارة التربية. ما في شك اليوم احنا قد نكون نواجه في مجموعة من بعض الحالات الغش في بعض المدارس، وهذه الحالات لها طرق للتعامل معها وفق النظم واللوائح وليست وفق الأهواء. اليوم صراحة كثير من الإدارات المدرسية تبذل جهود جبارة وكبيرة صراحة في موضوع ضبط اللجان داخل المدارس، في تهيئة الجو المناسب للطلبة، وهذا أهم شيء. يعني اليوم لابد أن يسعى كل الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية والإشرافية وحتى الإدارية لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة اليوم في المرحلة الثانوية لأداء الاختبار بشكل سلس ومريح، وكذلك يعني مساعدة هؤلاء الطلبة خاصة في ظل فترة الاختبارات يكون هناك ضغط على الطالب وضغط على ولي الأمر وحتى على البيت ككل. فلذلك هذه المرحلة مرحلة تعتبر حساسة شوي وتكون أيضا نعم مرهقة للطالب في هذه المرحلة. فاليوم لابد من مراعاة كل الجوانب هذه، واليوم ولله الحمد نملك يعني في الميدان التربوي من الإدارات المدرسية وإخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات من يأخذون هؤلاء الطلبة بكل يعني جوانب التي تتعلق في أدائهم الاختبار، أداء يكون مريح لهم، كذلك تهيئة الأجواء المناسبة. أيضا في مقابل أن اليوم ما يكون عندنا أيضا خلل داخل بعض اللجان فيما يخص موضوع الغش أو غيره، لأن هذه لها إجراءات لابد أن تتبع ولابد أن تحد هذه الظاهرة وتحجم حتى يتم القضاء عليها. أكيد. حتى لاحظت أن قاعد توفر لهم حتى الإفطار والماء العصائر، كل شيء موجود يعني في نعم. قبل الاختبار صح ولا لا؟ نعم. بعض الإدارات المدرسية ما شاء الله تبارك الرحمن فاجأتنا بتميزها صراحة في الإعداد المسبق لهذه الاختبارات، قامت قبل هذا كله أخوي جاسم قبل حتى الاختبارات بعمل مراجعات للطلبة في المدارس في فترات محددة، قام فيها أخواننا وزملائنا المعلمين والمعلمات بشكل مجاني لجهد إضافي يبذل من أجل أبنائنا الطلبة استعدادا لهذه الاختبارات. وكان هناك صراحة يعني تفاعل من أبنائنا الطلبة في حضور هذه الدروس لنالت صراحة استحسان، وهذه صارت على مستوى المناطق التعليمية بلا استثناء وفي العديد من المدارس في المرحلة الثانوية. بالعكس تعطي راحة للطالب وطمأنينة، وأنه يراجع مع المعلم إذا في شيء ناقصه قبلها بيوم قبل الاختبار. نعم. خلينا نتكلم عن 75 طالب انحرموا أمس من الامتحان، شنو الأسباب؟ نعم، هو ما في شك أكيد الأسباب هي حسب مخالفاتهم للائحة الامتحانات. هناك في الامتحانات في توجد لائحة وفيهم مخالفات للائحة الامتحانات، هذه المخالفات متعددة وعلى حسب كل مخالفة يكون هناك جزاء أو عقوبة. فمحاولات الغش والغش والإخلال بالنظام داخل اللجنة، الاعتداء على أحد الموظفين داخل اللجنة وغيرها من هالأمور، كل هذه المخالفات موجودة في لوائح وزارة التربية تنظمها وتنظم العقوبات المقابلة لهذه المخالفات. اليوم ما في شك لابد من اتباع كل الإجراءات الصحيحة
في ضبط النظام داخل قاعة الاختبار، وأيضا في إجراء المخالفة للطالب بكل حيادية، وهذا ثقتنا طبعا بكل إخواننا المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية، وأيضا التعامل مع الحالات اللي توجد من حالات الغش وغيره وفق النظم واللوائح الموجودة لمحاربة هذه الظاهرة. اليوم قد تكون وزارة التربية بذلت جهد في جانب محاربة هذه الظاهرة، وهناك أيضا جهود مطلوبة أيضا إضافية من باقي الوزارات الدولة في محاربة هذه الظاهرة، ظاهرة الغش، وخصوصا بعد انتشار التكنولوجيا صراحة. صحيح. اليوم قد يكون اليوم هناك أجهزة نعم صحيح، أمور يقدر أنه يغش. صحيح. فأنتوا قاعد أنه ما قاعد تحرمونهم كمزاج، بس في ناس قاعدة تغش وفي قوانين ولوائح أنه لازم تحرمون الطلبة من الاختبار. صحيح. نعم. يعني شدوا حيلكم يا طلبتنا، ما له داعي هالغش وهاللوية. صحيح. ادرس وروح امتحانك والله يوفقك يا رب. خلينا نتكلم عن ان هل من متوقع ان الاختبارات تنتهي قبل شهر رمضان؟ باذن الله تعالى المقرر الامتحانات بدات امس 14/5، راح تنتهي ان شاء الله بتاريخ 25/5 اللي هو الخميس بعد القادم. حلو. وان شاء الله راح تعلن النتائج خلال يومين او ثلاثه بعد انتهاء الاختبارات. يعني على اول رمضان ان شاء الله باذن الله تعالى، وان شاء الله نفرح ان شاء الله بنجاح ابنائنا الطلبه وتحقيق ان شاء الله نتائج ونسب عاليه لشهاده الثانويه العامه باذن الله تعالى. خلينا نتكلم شنو المطلوب من الطالب في هذه الفتره؟ نعم، ما في شك ان اليوم الطالب مثل ما قلت لك استاذ جاسم في فرحه في مرحله حرجه صراحه في هذه الفتره. لابد ان الطالب اليوم يستعين اول شيء بالدراسه والمذاكره والمتابعه، ايضا اتباع كل التعليمات التي تعطيه لها اداره المدرسه الخاصه باللجان، كذلك السؤال للطالب لمعلمينه حتى قبل الاختبار. ممكن الطالب اليوم قبل الاختبار يراجع المعلم في أي سؤال يحتاجه في دراسته قبل دخول الاختبار، وهذا متاح وموجود داخل مدارسنا، وهذا أيضا من باب المساعدة لأبنائنا الطلبة. زين، كلمنا عن موافقة اللجنة التعليمية على المقترحات التي تقدمتوا بها بانتظار أن يتم التصويت عليها في المجلس. نعم، احنا في جمعية المعلمين الكويتية أطلقنا حملة تزامنت مع إقرار اللجنة التعليمية لتعديلاتنا على القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين. هذه الحملة سميناها تعديلات مستحقة لكادر مستحق، وهذه التعديلات أتت بعد سنوات من تطبيق الكادر اللي صدر ب 2011. فخلال فترة الست سنوات حدثت كثير من الخلل أثناء التطبيق، تبين إلى الحاجة إلى العودة إلى التشريع، فلذلك قدمنا في جمعية المعلمين 4 أو 5 تعديلات لإخواننا النواب في السلطة التشريعية، ومن هالبرنامج أحييهم صراحة تحية كبيرة أن اليوم هم انطلقوا بهذه التعديلات بقناعة وبتأكيد على أهمية هذه التعديلات ودعمهم لإخوانهم وأخواتهم المعلمين والمعلمات، فأخذوا هذه التعديلات كاملة ونالت موافقة اللجنة التشريعية في البداية، ثم عرضت على اللجنة التعليمية. عقدنا أكثر من اجتماع مع إخواننا رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية بحضور قيادات وزارة التربية ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية. تم استعراض كثير من هذه التعديلات، أو تم استعراض كل التعديلات الخاصة في تعديلات الكادر. نالت أمس في اجتماع اللجنة التعليمية على الموافقة بالإجماع، وتم الآن إحالتها إلى رئيس المجلس حتى يدرجها ضمن جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. يعني شو المقترحات اللي راح تقدمونها للكادر؟ إحنا عندنا 5 تعديلات أخوي جاسم. التعديل الأول للمعلم حديث التعيين، بدل ما يتعين على معلم هاء وهو يحمل مؤهل جامعي، يتم تعيينه على معلم دال وهو المستوى المطلوب لشهادة الجامعية. التعديل الآخر راح يكون على إضافة مسميات مراقبي الشؤون التعليمية ومدراء الشؤون التعليمية ومدراء عموم المناطق التعليمية الذين حرموا في الفترة السابقة من هذا الكادر، وهم مستحقين لأنهم أعضاء للهيئة التعليمية وتدرجون في هذه المناصب حتى يصلون إلى منصب مدير عام منطقة تعليمية، تم إضافتهم وتم الموافقة عليه في اللجنة التعليمية. كذلك عندنا الإضافة أو التعديل الثالث فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، بحيث المعلم ما يحرم في نهاية الخدمة بعد سنوات طويلة من الخدمة في هذا المجال التربوي، لا يحرم من أي بدل من البدلات التي يستحقها، فيأخذ المكافأة نهاية الخدمة اللي هي مكافأة الاستحقاق كاملة بدون أي نقص في هذه البدلات. التعديل الرابع والمهم
أضفنا كل البدلات الواردة في القانون على المادة السابعة اللي تمكن المعلم أن يستمتع بأي إجازة بمرتب كامل بكل هذه البدلات الواردة في القانون والمكافآت دون أي انتقاص منها. التعديل الخامس والأخير هو إلغاء للمادة الثامنة اللي كانت تمنع الجمع ما بين طبيعة العمل وبسبب والمنح أو البدلات اللي تمنح بصفة شخصية للمعلمين حتى يتمتع المعلم بأي بدلات تمنح بسبب طبيعة العمل مثل بدل الخطر أو بدل شاشة لبعض المعلمين، يمنح هذه البدلات دون التعارض مع القانون. حلو، إن شاء الله تطبق كل المقترحات. أنا من خلال برنامجكم هذا أناشد الأخوان يعني في مجلس الأمة، رئيس المجلس السيد مرزوق الغانم وأعضاء السلطة التشريعية وأيضا أعضاء السلطة التنفيذية إلى سرعة إقرار هذه التعديلات، لأن اليوم إحنا في حاجة لهذه التعديلات اللي طال أمدها وانتظار هذه التعديلات، وأصبحت الآن مدرجة على جدول أعمال المجلس، ونتمنى إقرارها إن شاء الله في الجلسات القادمة بإذن الله تعالى حتى نبشر المعلمين والمعلمات بهذه الحقوق التي يعني استكملت في الكادر المستحق اللي تم إقراره في 2011. إن شاء الله إن شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله، وكل مقترحاتكم تكون خالصة على أقرب جلسة إن شاء الله. عندك كلمة أخيرة قبل ننهي اللقاء؟ كلمة أخيرة أحب أوجهها في هذا الظرف لإخواني رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية على جهودهم المبذولة معانا في الفترة السابقة. عقدنا يمكن حوالي 3 اجتماعات، كانت اجتماعات مطولة لدراسة هذه التعديلات والتي أتت برغبة صادقة من إخوانهم في جمعية المعلمين، وتبنوا هذه التعديلات بلا استثناء وأيدوها ودعموها حتى بالموافقة حتى تم إدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة. ونصيحة حق الطلبة، ورسالة أخيرة أختم فيها لإخواني الجنود في الميدان التربوي من الإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات والهيئات الإدارية والتواجه الفنية والمناطق التعليمية على الجهود التي تبذل حاليا من أجل نجاح موسم الاختبارات، وهي تعتبر فترة عصيبة. ورسالتي لأبناء الطلبة بالجد والاجتهاد إن شاء الله حتى إن شاء الله يحققوا النتائج إن شاء الله طيبة، ويفرح فيهم إن شاء الله كل أهلهم ومعلمينهم بإذن الله تعالى إن شاء الله. وحتى نصيح حق أهاليهم أن يوفروا لهم الجو المناسب للدراسة ولهذه الفترة من الامتحانات. نعم صحيح. شكرا لك، كان معنا رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين مطيع العجمي، يعطيك العافية. يعطيكم العافية، مشكورين. نأخذ لنا فاصل صغير ونرجع لكم.